الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. شركة شندي يقندي يقلو شتون دوق شركة جيم شركة. الشرك الأكبر نسأل العافية والسلامة إذا مات عليه ولم يتب فهو مخلد خلود أبدي في النار. شرك أكبر دينا توبة تديج ويل ويل والتقى دائما جوجة شرطة أرى تول شوغر والشون. أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. ملخ عبادة خليلي الله وچن قيچن حاجن خلاحة إذا شرك أكبر دون. السجود لغير الله. سجود خليلي قيچن الله وچن. الطواف حول القبور. طواف ديش خليلي كشنشن حالا. الذبح لأصحاب القبور. أتكشنش بولچن تان ذاب تان غرب دير خليلي. لو نذر لأصحاب القبور. يتان نذر در يتان دوش دلر. جاغوير خليلي دعاهم من دون الله يتاك دعدر خليل سوى الله وجم. فكل عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر. ملخ عبادة عبادة أعقيتشن حاجدح الله وجم إذا شرك أكبر دون. لو رفع أي إنسان النبي صلى الله عليه وسلم أولي من الأولياء الصالحين مرتبة جبار السماوات والأرض هذا كفر أكبر. تاق ملخ بيمر خليلي يا مليك شخليلي الله درجة عش حلبوخش بلاحة تير تير تاني عاي نيكس بياش بلاح إذا شيرك أكبر دوما.